غدا ما عاد في أي سبب يخلينا نكون مع بعض. عم حس من عيونك إنك بتكرهيني. أنا ما رح أجي على البيت الأسبوع، بتكوني ضبيتي أغراضك بهدوء، ورقة الطلاق بتوصلك على الضيعة عن قريب. زهير، لا ماما مو طبيعي، انت عم تعكس دلالك اللي دللناك ياها انت وصغير عليها هي. يعني ما بصير هذا الحكي لك امي، يعني ما بيطلع لي تدللي شوي ام صافي؟ بيطلع لك، تقبرني بيطلع لك، بس انت لازم تبادر بالاول، لازم انت تدللها لحتى هي تدللك. البنت دائما بدها تحسس انه هي غشيمه لحتى تحس برعايتك ولهفتك عليها. معقول ما بتعرف هالشيء؟ ايه لولي وصلتي؟ ايه شفتك. وانتي ليش متضايقة؟ مو هذا اللي بدنا اياه وعم نستنى لك غادة؟ امبلا، بس مو بهالطريقة. غادة، ما مهم الطريقة، المهم النتيجة. الشغلة اللي بدنا اياها وما نعرف عنيه كيف بدنا نعملها صارت، شو بدنا احسن من هيك؟ بجوز انت ما بتهمك الطريقة كثير، بس انا بتهمني انه يترك لي الورق بهالطريقة السخيفة هي وما يخليني برر موقفي او اقول اسبابي. هذا الشيء كثير جرحني، صدقني حاسة حالي حشرة. أنا متأكد لما هو بادر بهي رسالة كنتي تلبكتي وما عرفتي كيف بدك تفتحي الموضوع، وعلى فرض هو واجهك وسألك إذا بتحبي أو ليش بطلتي تحبي، شو بدك تجاوبي؟ رح تتلبكي وما تعرفي شو بدك تجاوبي، ورح تفوتي بنقاشات وأحلاجات ما لها داعي. هيك أحسن. معك حق، بس ما بخفيك إني أنا مقهورة كتير وحاسة بالإهانة. الله يحاسس فيك غادة. نحن المفروض هلا نطوي صفحة ونفكر بالمستقبل. شو عندك؟ ما في شيء، رح ضب اغراضي اليوم وروح على الضيعه. وليش لحتى تطلعين عند اهلك؟ ما عم اقول لك انت مو حاسس فيني، يعني شلون بدك ياني اقعد ببيته بعد ما صار اللي صار؟ بعدين اذا ما رحت على بيت اهلي لوين بدي اروح؟ نسيان انه لسه في اجراءات الطلاق والعده. بعدين تنفكر الشغله سهله كثير اني واجه اهلي واحكي لهم عنك؟ حقك عليك، أنا عم أقول هيك لأني يا الله شو اشتقت لك. وأنا مشتاقت لك، بس بدنا نطول بالنا شوي. نادر، ممكن أسألك سؤال؟ أنت ما رح تتخلى عني لو شو ما صار؟ ما اسمحي لي مرة أقول لك، أنت وحدة مجنونة. أنا بعرف إنك بتحبني، بس حبيت أسمع منك لأتأكد، لأنه أنا هلأ ما عاد إلي غيرك بالدنيا كلها. أنا ملكي. إيه ماشي حبيبي، دير بالك على حالك، أنا شو بيصير معي بخبرك. وأنت كمان الله معك. باي. في ضيوف عايزينك ولا يا فندم؟ طيب يلا. صباح. أنا ماشي. سلامة، رح تتأخري؟ ما بعتقد إني أتأخر، على كل حال بحكي معك، بدك شيء؟ لا سلامتك. الله يسلمك، باي. ألو جاك، كيفك؟ شو أخبارك؟
اي من شوي. لا بالبيت بالمرسم انا. لا حبيبي انت تعال عندي انت تعال. لك وارفة بالمستشفى قال عندها مرضى بتطمن عليهم. لا بالله انت تعال وجيب شوية بزورات وموالح معك بدي دوقك في سكيات جبتهم من لندن. يلا 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 لا تأخر. اوكي اوكي يلا مع السلامة. يا ابو حسين نسيت اقول لك، تقولش انك بتشتغل بمسلخ، قول لهم انك موظف بشي ديوان. ليش؟ هيك قال لي ابن اختي، يمكن عشان ما يتحسسوا من شغلنا، او يمكن بجوز يخافوا منك على الفلانات اللي بيشتغلوا عندك. على اساس يعني اللي بيشتغل بالمسلخ بياكل زلم. طيب انا راح اقول انه انا بشتغل بالذاتيه او الديوان، مثل ما بدك. على راسي، شرف. ما فيك شيء، يومين ترجع مثلك، روح. اي مزبوط، كمان يومين بتلاقي عم يسابق رفقاته بالسما. اهلين امي، ما حسيت عليك لما جيتي علي. ليش انت بتحس على حدا لما بتكون انت قاعد مع الحمامات تبعك؟ امي فاضي لأحكي معك كلمتين؟ ليش انا مين عندي غير ام جواد لحتى افضلها؟ بس قبل ما تحكي معي هالكلمتين، ليش لهلا ما باركتي لي؟ على شو بدي بارك لك امي؟ طوعت بالشرطه. ما فهمت. والنسوان الإنجليزيات شو أخبارك معهم؟ شبك ليش عم تضحك كل هالقد؟ لا كنت متأكد إنه رح تسألني هالسؤال، مراهن حالي عليه. أيوة معناتها محضر لي شوية خرطات مرتبين. هات قول. بالعكس والله كان السفرة ناشفة ما فيها ولا امرأة. لازق في الدكتورة يعني ما فرقتني إلا من 5 دقايق لما راحت على المستشفى. ماني عم صدق. أكيد أنت صباح يلي بعرفه. إيه صباح بس نسخة جديدة معدلة. احكي لي شو مواصفات هالنسخة الجديدة؟ هلا في داعي احكي لك هلا بس اعطيني كم يوم بحكي لك لحالي. هلا بجد صباح اذا هالشي اللي عملته بإرادتك فبرافو عليك، تطور كتير مهم. لا بإرادتي، ايه بإرادتي، بس عن جد ما تسألني ليش؟ لأنه الموضوع هلا فعلا ماني قدران احكي، بس بوعدك احكي لك يا احكي لك يا بعدين. يعني والله العظيم انا ما كفرت، كان قصدي اعمل لكم اياها مفاجأة. بدك تتطوع بالشرطة وعملنا اياها مفاجأة؟ شو هالجنان هاد؟ شو هالتخبيص؟ اسمع بكره بتنزل لعندهم بتقول لهم بطلت، فهمت؟ أبي مشي الحال، أنا تطوعت وعلى دراستي لا تخاف بالمرة لأني رح كمل. أنا ما بعرف ليش أنت بدك توقف بوش مستقبلي. وأنا بدي إياك تساعدني وتوقف معي بالشغل مثل ما كل أولاد بيساعدوا أهليون. بعدين شغلي فيه رزقة أكتر بكتير من الراتب اللي رح تاخده. يعني أنت شايف أنه مستقبلي بالزبالة. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.